كل سنة طيب ورمضان انت كريم. طيب، صحة وسلامة. أول مرة صمت كان عندك كام سنة؟ أول مرة صمت كان تقريبا يعني عندي 5 سنين هيك. 13 سنة. 6 سنين. 13 سنة. 11 سنة. كنت صغير 10 سنين مثلا ولا حاجة. 6 سنين. كان عندي 11 سنة. طب اضحك على بعض. لا ما بصومش، عندي السكر. لما كنت بقى بتحب تاكل من ورا أهلك وأصحابك كنت بتعمل إيه؟ بالسرقة. إزاي بقى؟ أهلي فدوا البيت، أكل نص يوم مصوم زي كده. لا كتير بتيجي بدماغي فكرة، أكيد ببقى عايز أعملها جدا وكذا مرة ببقى هموت وأعملها، بس لا بمسك نفسي برضه مش حلو. ده أمان؟ لا بصراحة أكيد كتير. طب كنت بتعمل إيه بقى؟ يعني كنت بتسرق الأكل إزاي؟ لا كنت بشرب بس، كنتش بسرق الأكل. الواحد كان صغير كده وكان بيصومه، ساعات يجوع ساعات يعطش، ياخدها كده من ورا أهله يعني. ساعات يعني ما صغير تخش المطبخ كده طلقت أي حاجة. أي حاجة. دخلت المطبخ وشربت فعلا، بس عملت فيها بشرب يعني. أنا كنت بتوضأ وعشان خاطر أبويا قال لي صوم وكده، فعملت فيها بتوضأ وشربت مية وأنا بتمضمض. شربت مية وكنت كل صلاة أشرب مية فعلا. فمرة من المرات أهلك قفشوك وأنت بتفطر؟ يعني كنت صايم مثلا وأهلك قفشوك وأنت بتفطر؟ لا خالص خالص. في ماما؟ لا ما اتقفشتش خالص. لا مره مرتين. اقول لك يا جماعه اعتراف، انا في يوم من الايام وانا صغير مش دلوقتي خالص فطرت من الراجل. كان معايا زي صغيره وبملاها من الكولدير، فروحت مليت من الكولدير فعلا ودخلت الحمام وكان معايا سندوتش وكلت وشربت، فاتقفشت اليوم ده من الناس كلها من صحابي من المدرسه. قفشوني وانا كبيره كده وانا شغاله في المستشفى كده كان عندي. طيب اولا كل سنه طيب ورمضان كريم. انت واحد معايا. تعال طيمون. تعالى تامر معايا. ده داير. ممكن تقول اسمين قدام الكاميرا من اللي كانوا بيفطروا زمان؟ عمر مجدي، فاكر ان انت كنت بتفطر ايام الامتحانات؟ تقول ان انت صايم، فاكرك كويس قوي يعني.